السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على هذه التعزية من السيد الرئيس عبد المجيد تبون ومن الشعب الجزائري وكل الشعوب العربية والإسلامية، بالنيابة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن من تبقى من أسرتي وأسر الصحفيين والشعب الفلسطيني بأكمله، توجه بالشكر الجزيل لهذه التعزية وهذه اللفتة الجميلة. وبالتأكيد هذه اللفتات سواء كانت تعازي أو تضامن أو دعم وتأييد أو تكريمات أو جوائز، كلها بالتأكيد يعني في نهاية المطاف هي التي تقوينا على الاستمرار والمواصلة رغم صعوبة الموقف والظروف ورغم الوجع الذي نتجرعه جراء هذا الاستهداف الهمجي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. خسارتنا في حمزة والأسرة خسارة كبيرة جدا، ولكن هو قدر الله سبحانه وتعالى، ونحن راضون مستسلمون تمام الرضا والاستسلام لقضائه وقدره، وليس أمامنا من خيار إلا الاستمرار والمواصلة وتحمل هذا الواقع المر. ونحن مهما كانت الظروف ومهما كانت الأثمان والأوجاع، نعدكم بأننا سوف نستمر في حمل هذه الرسالة الإنسانية وفي أداء هذا الواجب المهني الذي كفلته كل القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية. طالما أننا على قيد الحياة وطالما أننا نستطيع أداء هذا الواجب، سوف نستمر في أدائه والقيام به وحمل هذه الرسالة الإنسانية النبيلة. بارك الله فيكم وبارك في جهودكم، ونحن دائما شعب واحد وليس شعبين وقضية واحدة وليست قضيتين، وإن شاء الله نراكم في القدس محررة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وفي جهودكم، وتحياتي مرة أخرى لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري الشقيق ولكل الشعوب العربية والإسلامية ولأحرار العالم من خلالكم. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.